السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوينو ميس اموريس، اليوم اجيت نهضر على واحد الحاجة اللي صدرني بزاف ديار يا منتي. صراحة انا ما صدرنيش حيت ما تهمنيش، حيت انا داكشي ديال الله وعطاه لي سيدي ربي. غنهضر على الناس اللي ديما تصيفط لي الميساجات وتتقول لي واش هذيك ترمتك ولا مسلفاها. انا جيت نقول لك اليوم هذه ترمتي ماشي مسلفاها، واخا انت نعيتي ما تحاولي انك تكبريها وتحشي فيها الانبوب النووي عفوا، او لا بزاف ديال الحاجات حاولتي تحشيهم في ترمتك وما كبرتش، فهذيك ماشي المشكل ديالي. سيري حبيبه ديالي الله يشافيك وشوفي لك شي طبيب باش تكبري ترمتك، وخلي عليك ساريكول، لان ساريكول سينسيرامينتي الترمه ديالها وعطاها لا سيدي ربي. بالي يلا بسلامة، عارفة راسي قتلتكم وفقستكم.